هاد الحي سميتو حي مولي بعيد. هنا كتسكن ملكة ابراهيم اللي غادي يعيشوا معنا التجربة ديال المدام طاجة، ولكن قبل اجيو نتعرفوا عليهم اكثر. تلاقيت انا وابراهيم حدا المعمل فين كنخدمين، كنت خدام فوزين ديال الصباط وفا فوزين ديال كلاكيط. مراتي قبل ما نعرفها 10 سنين وانا تابعات سريا. الصراحه انا فيقوني لي عاد الدريات قالوا لي عرفتي واحد خينا راه ديما كيتبعك ديما كيحط عليك العين وداك الشيء. واحد النهار قلت لها عاد ديرك عاطيه العين، وخوتها ما يعطوني العين. المسابقه غدا نصدم، ولكن بغيت ندوز هاد التجربه الجديده هكايا نخرج. انا بغيت تخرج صراحه، بغيت تمشي تدرك زلافته. لا انا نخرج في عيني، ما نكذبش عليك، نضربه ما نخلي من يضربه. راجلي هذاك عندي عليه الحق، دايرين القواعط ديالنا. سمعتيني يا ابراهيم؟ سمعتك. امك واختك حبيبي الا جاوا ما يدخلوش، امك كتفدوش لي ركاني. صافي امي تبقى برا، اصلا انا امي ما مدسراش عليا. ملي يجي امي وخواتها تيدخلوا يدخلوا. هاك اصلا امو عزيزه. ها الطبسيله الكبيده ديالي. هاو شتيه؟ ما تقيسوش، هاد راه جابتو لي خالتي القيه في العرس ديالنا. حفوي تهرس صافي، نخليوه هنا محطوط. اش درتي يا ولحد؟ اي مثلا انت اش درتي مليكه؟ اش درتي مليكه؟ شو مالك انا لي هان؟ زكي ليك فين؟ هان هان هاي اللي يضربني ما تخليش اللي يضربني. هي الصراحة اللي عجبني في مرتي، انا فيما كنت نخرج بالليل زعما ما نخافش تكون غادا معايا، والله الا الحمد لله كانت ديما كانت الله يخليها عليا صافي. او مشي لي الهضره. كتبكي؟ توحشك. انا غنتوحشك. الله يخطيك عليا. هي العزيز عليا. الله يخطيك عليا. هي العزيز عليا.